في هذه التعليمات سنساعدكم في طلب البطاقة ألتيما كارد بدءا من عملية التسجيل وصولا إلى طلب البطاقة، وسنتحدث عن الإجراء KYC وتأكيد الحساب وطلب البطاقة البلاستيكية. التسجيل في الموقع، انتقل للعنوان youcrypto.card، اكتب عنوان بريدك الإلكتروني في الصفحة الرئيسية وانقر على Proceed. افتح بريدك الإلكتروني وابحث عن كود التحقق من youcrypto، ادخله في الخانة المناسبة. سيتم فتح صفحة بمزيد من التفاصيل حول ألتيما كارد وطلب البطاقة البلاستيكية، وعلى هذا تنتهي عملية التسجيل. طلب ألتيما كارد، انقر على زر Order a Physical Card لطلب البطاقة. سوف يعرض عليك إكمال الإجراء KYC. اختر I come from a European country إذا كنت مقيما في دولة أوروبية، و I'm from outside Europe لو أنك مقيم خارج أوروبا. يرجى الملاحظة أنه في وقت راهن لا يتسنى استخراج البطاقة وشحنها للدول والمناطق التالية: الولايات المتحدة الأمريكية، بيلاروسيا، كوبا، كوريا الشمالية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، ميانمار، هايتي، إيران، ليبيا، روسيا، سوريا، الصومال، فنزويلا، اليمن، زيمبابوي، جمهورية لوهانسك الشعبية ودانيتسك الشعبية، محافظتي خيرسون، زاباروجيا وجبهة جزيرة القرم. أيضا نود إعلامكم أنه يجب مراعاة أن خدمة شحن البطاقة إلى الهند غير متاحة حاليا. سيتم إيصال البطاقات المستخرجة لجميع المعنيين والمواطنين من الهند إلى مكتب ألتيما في دبي، ويمكن استلامها في المؤتمر الذي سيعقد في 13 أبريل 2024 في دبي. نستعرض الآن العملية على مثال المقيمين في الاتحاد الأوروبي. في الصفحة التالية يطلب منك الاختيار بين الإقامة في أمريكا أو أخرى، اختر الأخيرة ثم انقر على Continue. اختر بلد جنسيتك الخاصة، اختر نوع الوثيقة الثبوتية المراد تحميلها، حمل وثيقتك أدناها الصفحة، يرجى تحميل الوثيقة من الوجهين بشكل منفصل، انقر على زر Next بعد الانتهاء من التحميل. سيقترح عليك التقاط صورة سيلفي، انقر على زر I'm ready حين تكون مستعدا لالتقاط هذه الصورة. شكرا لك. لالتقاط صورة السيلفي انظر إلى كاميرا جهازك، تأكد من أن وجهك يتسع في الإطار، ثم در برأسك بعناية بشكل دائري. بعد الانتهاء من مسح وجهك بنجاح تظهر سلسلة تفيد بذلك. نتابع للخطوة التي بعدها، كن بعناية معنا. تتضمن المرحلة الأخيرة من الإجراء KYC التأكد من الوثائق وتأكيد البيانات ذات الصلة. بعد القيام بذلك انقر على زر Next. تم، لقد تم إرسال بياناتك التي تحقق منها. ستتاح لك النتيجة للتحقق بالحساب الشخصي. الخطوة التالية بعد الإجراء KYC هي إكمال البيانات المفتقدة. يتعين عليك إدخال رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني. أدخل بياناتك في النافذة الجديدة وانقر على Confirm، ثم تابع الإرشادات على الشاشة. بعد الانتهاء من إدخال البيانات ستظهر رسالة تفيد بإرسال بياناتك للتحقق منها. يمكنك متابعة حالة التحقق في الحساب الشخصي. للقيام بذلك ضع زر الفأرات على البروفايل وانقر على Basic Information. طلب البطاقة ودفع رسوم الشحن. بعد الانتهاء من عملية التحقق انقر على زر Order a Physical Card مرة أخرى. أدخل عنوانك في علامة الدفع بالجديدة وانقر على Confirm. بعد ذلك يجب سداد رسوم استخراج البطاقة. يمكنك الدفع باستخدام أي أصل رقمي متاح في القائمة. تكلفة البطاقة بعملة اليورو ثابتة وتقدر ب 250 يورو، 235 يورو رسوم الاستخراج و15 يورو مصاريف الشحن، ويتم تحويل المبلغ بالعملة USDT حسب سعر الصرف في لحظة الدفع. اضغط على زر Pay أدنى الشاشة. في الصفحة الجديدة تجد تفاصيل الدفع والإرشادات ذات الصلة. امسح الـ QR كود ضوئيا أو انسخ العنوان أدناه لتحويل المبلغ المطلوب إليه. بعد الانتهاء من الدفع انقر على زر Done. يرجى الملاحظة يتم إتمام خطوة الدفع في غضون 30 دقيقة فقط. لقد تم استخراج البطاقة والطلب بنجاح. ترقب تفاصيل الشحن في بريدك الإلكتروني ولا تتردد في طلب المساعدة لدينا. تتراوح مدة الشحن بين 10 و21 يوماً.